بأقدامهم الكادحة وأمعائهم الفارغة، وفي يومهم العالمي المخصص لهم تقديرا لعرق جباههم، خرج عمال تعز لانتزاع حقهم المغيب عنهم منذ 8 أشهر. قال لهم الناس إن التوقيت غير مناسب، فقالوا أخبروا الجوع بذلك فهو يختار توقيتا غير مناسب أيضا ليقتحم بطون أطفالنا. أوقفوا الجوع عنا لنتوقف، أعيدوا رواتبنا إلى أدراجنا لنعود أدراجنا. قالوا لهم أيضا نخشى عليكم مشقة المسير ونخاف على سلامتكم، فالعاصمة المؤقتة عدن تشهد أوضاعا مضطربة. فقالوا ليس لدينا ما نخسره، فالقذائف من فوق رؤوسنا والجوع في بطوننا والحصار يطبق علينا من كل الجهات. صحيح أنهم لم يتجاوزوا المئات، لكنهم حملوا هموم الآلاف من رفاقهم المحرومين مثلهم من رواتبهم، رفاق جوعهم وأوجاعهم. ابتداء من تعز، مرورا بالضباب، وصولا إلى دبا، وتوقفا في التربة لأخذ استراحة مناضل قصيرة. الآن في بيت غنائية أخبر الزلد الطحين ما متآمرين خينا، هم يضاربوا على 30، نحن نضارب على المحيط. وقبل الوصول إلى محطتهم المشهودة عدن، تحركت الجهات المعنية فأرسلت مندوبيها لمفاوضة القائمين على المسيرة لمنعهم من دخول العاصمة المؤقتة ومناقشة مطالبهم. وبعد أسبوع من السير على الأقدام والمبيت في العراء استجيب لمطالبهم، وصدر قرار بتسليم رواتبهم عبر شركة الكريمي. مسيرة البطون الخاوية المنطلقة من تعز قالت للتاريخ ما قاله غاندي ورفاقه في الهند قبلهم: الحق الذي لا تسلمه أيدي السلطة طوعا تأخذه أقدام الشعب كرهاً.